وقعت الأكاديمية الملكية للشرطة وصندوق العمل تمكين مذكرة تفاهم يقوم تمكين بمقتضاها بتمويل برنامج إعداد شباب المستقبل من خلال المعسكر الصيفي الذي تقيمه الأكاديمية تلبية للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتعزيز دور الشباب في خدمة الوطن وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية. تهدف مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين إلى تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وتمكين بما يعود بالفائدة على الشباب والنجح من خلال تعزيز المواطنة وروح الانتماء وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الشباب. ويعمل تمكين بحسب الاتفاقية على توفير الدعم المالي لبرنامج إعداد شباب المستقبل على أن تتولى وزارة الداخلية كافة النواحي الإدارية والفنية اللازمة للتنفيذ، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في المعسكر إلى أكثر من 1000 مشارك ومشاركة. وأكد رئيس الأمن العام أن المعسكر الصيفي ومنذ انطلاقته يشهد تطويرا مستمرا في البرامج والأنشطة والفعاليات بهدف تحسين الشباب وحمايتهم من الجريمة والانحراف وصقل قدراتهم وتوجيه طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير. من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لتمكين عن شكر وتقديره لمعالي وزير الداخلية على دعمه ورعايته للحركة الشبابية في البحرين مؤكدا على أهمية تضافر الجهود في تطوير مهارات الشباب.